بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن الصوم وأمراض القلب. في البداية من المعروف عن الصوم فيه فائدة كبيرة على الصحة العمومية، وخاصة بالنسبة للقلب والدورة الدموية، لأن الصوم فيه راحة للأعضاء كيف مثلا الكلى والكبد وغيرها من الأعضاء، وذلك مما يقلل العبء على القلب ويكون فيه راحة، ولكن بشرط يكون الإنسان عنده صحة قادرة ويكون يتبع تالب ذيك الحمية اللي مطلوبة منه. فمن نوع آخر من مرضى القلب اللي هما المرضى اللي عندهم قصور في العضلة، المرضى اللي عندهم قصور في عضلة القلب اللي عادوا عندهم أدوية خاصة يقبضوها من كل 8 سوايع ولا مرتين اليوم ولا شيء، ذلك لابد أن يراجعوا طبيبهم، يختلف من حالة لحالة. ومرضى اللي عندهم اضطرابات في نبضات القلب، اذا عادوا كل الاضطرابات ناتجه عن مرض في القلب كي مثلا مرض في العضله، في الشرايين، مرض في الصمامات، هذو ما يلزمهم يصوموا لانه في خطوره. لين يعود اضطراب ناتج عن اضطراب في الكهربائي بحت في القلب والحاله مستقره وملا عنده دواء يعمله مره واحده لليوم، يقدر يصوم طبعا ويعود السابق يصوم يشوف طبيب ويعود يأكد لو كانوا فعلا حالته مستقرة ولا ما مستقرة للصوم. نتكلم عن المريض القلب اللي مسموح له بالصوم، يغير شنو هما النصائح اللي يالتو يعدل. واحدة يالتو يعرف على انه عند الافطار ما يالتو يكثر، لانه الانسان يعود كان صايم ووقت الافطار يقبل يتناول كمية من الطعام كبيرة بحد ذاتها اللي تجهد القلب، يزيد ضربات القلب ويتعب الإنسان وتجد هي براسها فيها خطر. الصوم بحد ذاته ما يسبب أمراض القلب، يقير المرضى اللي كانوا معرضين لجلطات القلب تكثر لهم تخلق لهم أكثر شيء وراء الفطور، لأنهم ليك تناول الكمية الكبيرة في وقت واحد وزيادة نبضات القلب تزيد لهم ذيك الخطر. هذه نوعية الطعام اللي متناولة عند الناس كاملة وهي اللي تعمل في رمضان ما هي أبداً أطعمة ملائمة لمرضى القلب، لأنها أكثرها المغليات والأطعمة اللي كثيرة من الدسمة، وهذا اللي يعود تأثيره عاد عكسي، بدلا من كان فوائد الصحية للصوم عاد بحد ذاته عاد في خطر، لأنه عليه تزيد نسبة الكوليسترول في الدم وله تزيد الأملاح اللي تناول المريض، وبالتالي عادت خسرت مفعول الصوم نهائيا. وبالتالي ينصح مريض القلب أنه إذا صار ما يتناول هذا النوع من الأطعمة، أنه أطعمته تعود أطعمة صحية ويشرب العصائر بالفواكه طبيعية ويتحاشى المذوق المغليات الملحين، لأنهم تعرفوا على مريض القلب يتأثر بالملح، مجرد يأكل الملح ينعقر. ثم اللي أمور أخرى يلا يهتم بها مريض القلب إنه يعود مسموح له بالصوم، على إنه إنه تعود عنده أدوية يعملها، خاصة الأدوية المضرة للبول، يتحاشى عن يعملها وقت السحور، أخير يعملها في بداية الوقت ورا الإفطار مازال أول الليل، لأن ياك ما تسبب له في النهار عطش وتأثر على الكلى. ويالتهم اللي كثر من شرب السوائل في الليل، ياك يعود أقل تأثير عليه الصوم على خاصة على الكلى.